والله اقتراح حلو. خلاص شباب احس حظه سيء صراحه اللي بيطلع السبت القادم ولا السبت اللي بعده. اخر برايمات فيها من الحزن وفيها من الحظ شوي السيء. هي كلها خير الحمد لله اللي بيطلع خير من رب العالمين، لكن تحس انك شاركت واشتغلت واجتهدت الى 70 يوم 65 يوم في الاخير اطلع في هذا الوقت، عرفت؟ طيب ليش ما اكمل النهائي؟ هذه الاضطراب في التفكير، ما فكرتوا في هالشيء اللي بيطلع يوم السبت القادم اللي بعده كذلك؟ ما فهمت سؤالي. لا فهمنا. هذه التفكير ما وصلت لكم هذه الايام انه التوتر؟ البرايم هو له توتر خاص صح، لكن انا اقصد في شعور التوتر اللي هو البرايمات الاخيره، ترى توترها دبل فارق عن اللي قبل. فارق عن اللي قبل. والله شوف الواحد انا اللي اشوفه اول مقطوع دق سلطان انه الشباب كانوا مجتهدين الان لا، يعني كانوا سابقا في بدايه البرنامج مجتهدين الان لا، وكانهم يبغون او يوصلون فكره انه خلاص خلينا ننتهي البرنامج وصلى الله وبارك. طبيعه الانسان ترى اذا دخل في شيء يجتهد بعدين يصيبه فتور تشبع، لازم انه يجدد طاقته وحماسه وياخذ النفس ويكمل مشواره، فبعدين يجي فترة نزول بسيطة ويرجع أقوى. طيب الثلاث أيام دي ما طلعتوا فيها اللي طلعتوا فيها إيه؟ ما أخذتوا فيها طاقة؟ إلا ألا. أنا عني أخذت طاقة جميل. طيب بس كانت الرجعة بعد يمكن أول يومين كان مستوى نازل من الجميع شوي، لين تخب الراحة وجو وتعب ورهاق العيد وتلخبط النوم وبعض المشاعر عند بعض الأشخاص، بعدين رجعنا من جديد. أنا متأكد أن الأسابيع الجاية إن شاء الله إذا الله كتب لنا الاستمرار أنها تكون أجمل أسابيع في البرنامج. بس من الناس اللي تغيروا عندي إضافة يا جمالية تسمح. تفضل. من الناس اللي تغيروا يوم جينا من العيد الثلاث أيام اللي هو السلطان الميلي، تغير علينا إلى الأفضل. شيك سلطان أنا أشوفه من بداية البرنامج الآن وما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافية في صعود. الله يعطيك العافية. أنت عبد الله ما أدري الناس تحكم عليك مش أنا. طيب شوف تغريدات الناس يقول. لا الناس يبدو أنهم شوية زعلانين يعني على خفيف كذا، انت خليني اخذ دافع سلبي في الايام الجايه. تمام. ليش بالعكس انا عشان ارضيهم حلوه احاول ابدع اكثر. لا انا ذا يمكنني سالك طريق غلط دامك تقول ما يدري الناس يعني. اكيد انك تعرف نفسك، كيف يمكن انا سالك طريق غلط؟ الواحد ما يدري عن نفسه وما يدري في الطريق اللي هو سالك. والله ذكي انت يا عبد الله، تعرف عبد الله الشهراني انا ما اعرف لك كثير. بس والله صدق انها مرحله يا عبد الله وتجربه. شو اللي مرحله؟ جنون جميل والله العظيم. خليه يروح العظيم. سكر الشباك ادري. مرحله خلاص. اسمع يقول جعل السحاب اللي معه برق ومزون يمطر على دار الناس ولي في سكنها. الله على نسائم الحر. ما لي وطن من عرض اللي الا وطنها. الله يا عبد الله الله. في شطر قبله نسيته بكره نجيبه. اللي يقول فيها رزقي وطن وانت وطن. دقيقة نسيتها في شيء. خويا لي الشمس عطنا فيري ندهم وجينا والله عطنا فيري ندهم وجينا. لا اليوم حر وهبوب حر صح. اي يا ولد استشوار. اي والله عشان كذا ودنا صراحة انا اول مرة اطالب الجمهور انهم يليكم بسرعة عشان نمشي. عجلوا يا جمهور. كم وصلت يا شباب؟ شوف كم وصل شوف. الله يبيض وجيه. افا لا 600. ليش؟ ممكن معلق يا شباب. ممكن احدث شوف افتح لي شبكه. تفتح لي شبكه؟ اي بالله افتح لي يا عبد الله. امنتني يا عبد الله. انت من الجوالات لبه؟ انت من الجوالات يا عبد الله. انت من الجوالات؟ انت من الجوالات ترى تاثر عليك سلبيا. هذا الشيء اللي ياثر عليك سلبيا. انا ودي